طيب احنا قلنا قبل كده ان احنا عندنا كذا تابة فوق، يعني احنا لو بصينا فوق كده هتلاقي ان في ريبو منيو. الريبو منيو دي مكونة من كذا تابة، في طبعا تابات مشتركة مع الوورد اللي انت اخدته قبل كده، زي مثلا الهوم. الهوم دي فيها كل الحاجات اللي فيها مشتركة مع الوورد. وعندنا مثلا انزرت، نفس برضو كل حاجة، نفس التيبل والبيكتشرز والشيبس والسمارت ارت والتشارت والكلام ده كله. وعندنا ديزاين، طبعا دي خاصة بمين؟ دي خاصة بالبار بوينت. الديزاين ده اللي هو بيغير في الشكل بتاع البار بوينت. فأنا جبت اكزامبل، لأن معايا اكزامبل كده اللي هو زي بار بوينت بالشكل ده كده، يعني عاوزين نشتغل عليها ونتعلم منها كده، ايه نعمل عليها شوية حاجات. طيب طبعا عندنا الترانزيشن اللي هو الصورة هتتغير ازاي، او الصفحة هتتغير ازاي بأي شكل، والانيميشن اللي هي الانيميشن الخاصة بكل صفحة. يعني انت مثلا جوه الصفحة دي كده، مثلا لو لاحظت هنا كده، لو انا جيت عملت بريفيو هتلاحظ ان ده بيطلع الاول وبعد كده الثاني وبعد كده الثالث والرابع والخامس وهكذا. الحاجه ديت اللي هي بتتعمل باستخدام الانيميشن. طيب السلايد شو اللي هو طريقه العرض نفسها، لما يعني تيجي تعرض من هنا كده، عاوز تعرض انت بقى من الاول، ولا عاوز تعرض من الاخر، ولا عاوز تعرض من النص، ولا انت عاوز تسجل المحاضره بتاعتك تسجلها صوت وصوره، ولا عاوز تعمل ايه بالظبط. فالكلام ده برضو ايه هنتعلمه من خلال السلايد شو. طبعا الريفيو هي مكررة برضه موجودة في الوورد، والفيو نفس الكلام. وقلنا المرة اللي فاتت الجزء اللي كان ايه اللي هو البرزنتيشن فيو دي، اللي هو الشكل ايه ده، الاشكال اللي ممكن تفتح بيها البرزنتيشن، بحيث لو انت عاوز تغير في الشكل القراءة، شكل يكون فيه مثلا زي السلايد سورتر ده، يكون فيه كل السلايدز بالشكل ده كده، تبص بص عليها تشوف لو في مشاكل ماشي. وفي جزء ثالث اللي هو النوت، اللي كل يجيب لك كل سلايد تحتها النوت. وقلنا ان النوت دي خاصه بيه البريزنتر بس، يعني خاصه بالشخص اللي هيقدم بس، ما ينفعش يظهرها للناس اللي هو بيشرح لهم الحاجه دي ماشي. طيب فهنبدا ان شاء الله. عندنا من اول نفتح بقى النورمال، عندنا اول سلايد اهيت. طبعا زي ما احنا متفقين ان احنا لما تيجي تعمل اي برزنتيشن المفروض يكون عندك في أول صفحة يكون فيها البيانات أو العنوان بتاع العنوان بتاع البرزنتيشن بتاعتك مثلا، والاسم بتاعك مثلا يعني، وإشراف كذا لو أنت بتقدم مشروع يعني. فمثلا ده مثال بسيط، يعني أنت عندك مثلا إيه، عندك أول صفحة هي مكتوب فيها العنوان بس. طيب أنا ممكن أزود فيها الحاجات اللي أنا عاوزها، يعني ممكن أجي هنا كده ومكبر دي كده شوية، واجي هنا كده اقول له ايه، اقول له باي مثلا احمد علي مثلا اي حاجه يعني. طيب ومثلا اقول له سوبرفايزد باي مثلا دكتور محمد حسن مثلا. طيب انا طبعا الشكل ايه مش لطيف شويه، فانت المفروض تظبط في الشكل اللي انت شايفه قدامك ده، بحيث انك تخليه بشكل ايه مناسب. فطبعا عشان تظبطه ازاي، انت طبعا لو انا عاوز اجيب الكلام ده تحت شويه، فانت طبعا لو جيت وقفت على اللي هو البوردر اللي بيحوز الكلام نفسه، لما يجي لك علامه الزائد دي فانت ممكن تسحبها ايه، تسحب الكلام تحت شويه. طيب انا عاوز امسح كلمه الريفرنس اللي تحت ديت، فممكن نمسحها منها خالص. وطبعا انت عندك مثلا ايه العنوان، المفروض تغير الحاجات دي يكون فيها مثلا حاجات يعني مش كلها شبه بعضها كده. فالمفروض مثلا الاسم ممكن نخليه مثلا لونه ايه، اللون بالشكل ده كده. طيب وعندنا مثلا سوبرفايز واي، نخلي برضو الاسم ده نفس الكلام، وناخد مسافة كده ما بين الاسم وبين السوبرفايزر ماشي. وده بالنسبة لنا العنوان اللي هو الجزء ده اللي هو الداتا فلو دايجرام. فطبعا العنوان ده انا مثلا لو مش عاجبني شوية فانا ممكن اظبطه كده، يعني اخلي مثلا كبير شوية، اخلي نوع الكلام بتاعه، اختار الشكل اللي انت عاوزه في نوع الكلام اللي هو مثلا التايمز نيو رومان مثلا او اي حاجه ماشي. طيب حاجه تانية، لو انت مثلا عاوز تضيف بقى لوجو، يعني لوجو خاص بالبرزنتيشن دي، فطبعا نفس الكلام احنا عندنا انزرت وبتيجي من البيكتشرز، وبتيجي تدور على اللوجو بتاعك في الجهاز، فهو بيجيب لك مثلا ايه، فبيجيب مثلا ديسكتوب لو انت عندك بقى ايه اللي هو زي الكلية مثلا، فبيجيب لوجو الكلية كده تحطه هنا كده مثلا يعني.
وعندك اللي هو اللوجو بتاع الجامعة، بتجيبه هنا كده بالشكل ده كده، وطبعا الكلام ده كله طول ما طالع فوق شوية، فأنا ممكن أنزله تحت من خلال إن أنا أعمله في المكان اللي أنا عاوزه، أعمله تكست بوكس كده. واحط الكلام اللي انا عاوزه فيها، وطبعا التكست بوكس بقى بتديك ايه صلاحيه ان انت تشدها توديها في اي حته بالشكل ده كده، ممكن تكبره وتصغره وتعمل الشكل اللي انت عاوزه. طيب ممكن اخليه في النص كده بالشكل ده كده، وطبعا لو ديت طالعه فوق شويه فانا ممكن انزلها تحت شويه. فكل الكلام ده طبعا في ايدك، اللي هو انت بتظبط في الاماكن وبترفع الصور فوق، بتحط الايه الحاجه اللي انت عاوزها كلها كده في المكان المناسب بالنسبه لك، والالوان المناسبه برضو بايه بالنسبه لك. طيب ادي مثلا ايه اول صفحه بتحط فيها اللوجو بتاع الكليه، اللوجو بتاع الجامعه، اسم المشروع بتاعك، مين اللي بيعمله، وايه سوبرفايزر ايه بمين. فطبعا ده الكلام ده كله قديم يعني، باستخدام الانزيرت بقى وباستخدام الهوم. عاوزين بقى دلوقتي نيجي على مثلا، انت شايف شكل الديزاين اللي هو الخلفيه اللي ورا دي، اللي هي الخلفيه اللي ورا دي اللي هي لونها عامله زي اللبني دي شويه كده. عاوزين مثلا نغير الديزاين بتاع البرزنتيشن. طبعا انت يعني المفروض انت كتبت كل البرزنتيشن دي، عاوز بقى تغير ايه الديزاين شويه. فنيجي على مثلا الديزاين دي كده، فممكن نختار مثلا شكل ايه جاهز من دول. يعني لو اخترت مثلا اللي هو الشكل بتاع الخشب ده، فطبعا لو انا اخترته وعملت كليك عليه هيغير لك كل الايه البرزنتيشن كلها بالشكل اللي انت اخترته، يعني هو هيخليها بالديزاين اللي انت ايه اللي انت عملت كليك عليه دلوقتي حالا. طيب لو انا مثلا عملت حاجه زي كده برضه هيغير كل البرزنتيشن انها تشتغل بالايه الديزاين اللي انت اخترته دلوقتي. ماشي كده يا شباب؟ طيب مثلا نفس الكلام لو انت اخترت مثلا اي حاجه تانيه زي دي كده مثلا، هو نفس الكلام بالظبط، بس طبعا كل ديزاين بيختلف عن التاني في الابعاد بتاعته والويتس والهايت بتاعه اللي هي داخليه جوه السلايد نفسها. فانت بقى ممكن ايه يحصل لك شويه مشاكل، فانت ممكن تظبط المشاكل دي باستخدام بقى ايه تاني الهوم. لو انت عندك بقى ايه يعني كلمه اتغيرت، اللون بتاعها مش ماشي مع الباك جراوند، فانت ممكن تغير الحاجات دي كلها ايه باستخدام الهوم عشان تظبطها شويه. وبرده نفس الكلام لو لقيت ان الداتا فلو طالعه فوق شويه فممكن ايه تنزلها تحت، وممكن تعمل برده نفس الكلام ده اللي هو تعمل برده سوبرفايز دي تطلعها فوق خلال انت تشيل المسافه دي. فالموضوع ده كله متاح في ايدك يعني. طيب وبرضه بتمشي على الصفحات كلها كده وتشوف المشاكل اللي فيها وتبدا ايه تظبط فيها لو انت عاجبك الديزاين انت شغال عليه. طيب في حاجه ثالثه في الديزاين، او في حاجه ثانيه في الديزاين اسمها الفورمات باك جراوند اللي هي على اليمين دي. لو انا عملت كليك على الفورمات باك جراوند دي هيجيب لي ويندو على اليمين كده. الويندو دي فيها كل حاجه خاصه بالباك جراوند اللي هي ورا، يعني الباك جراوند اللي هتبقى ورا الصفحات دي كلها. انت دلوقتي عاوز الباك جراوند دي شكلها عامل ازاي؟ انت ممكن تخليها سوليد. يعني ايه سوليد؟ سوليد دي يعني تختار لون معين هو اللي بيمشي على الباك جراوند بتاعها، يعني بتيجي على الكالر ده وتختار لون معين كده ايه ده اللي هو هيبقى الباك جراوند بتاعتك. فمثلا لو احنا اخترنا اللون اللي هو ده ماشي، فاللون ده طبعا هيبقى ايه هيبقى في الباك جراوند. طيب في حاجه اسمها ترانسبيرنسي اللي هي الشفافيه بتاع اللون ده، انت عاوزه شفاف قد ايه، فانت ممكن تزود ايه الشفافيه بتاعته كده، بحيث لما كل ما بتزيد الشفافيه كل ما تحس ان الباك جراوند ايه بتبقى شفافه. يعني انت لاحظ كده الباك جراوند ايه اللي بيحصل لها، هتحس ان هي ايه بتحاول تختفي لحد ما ايه ما هتبقى شفافه قوي يعني. طيب ده بالنسبه لي السوليد جريد. في عندك طبعا نوع تاني اسمه جريديان فيل. الجريديان فيل ده اللي هو اللون بيبقى متدرج، يعني بيتدرج اللون عندك في الباك جراوند، تحس ان هو متدرج فوق فاتح شويه ولما بينزل تحت بيفتح شويه، يعني فوق فاتح ولما ينزل تحت بيغمق شويه. طيب انت ممكن تتحكم في الكلام ده برضه، يعني ممكن تخلي انت عاوز الكميه قد ايه اللي هي تبقى غامقه في حته وفاتحه في حته ثانيه، فانت من خلال الجريدينت ستوب ده انت بتغير فيه، هتحس ان الباك جراوند برضه ايه بيتغير معاك، وبرضه بتوصل للشكل المناسب بالنسبه لك وايه وتقول له ابلاي. طيب انا عجبني مثلا الشكل ده كده فانا اقول له ايه؟ اقول له ابلاي تو اول، يعني
نفذ لي الاختيار اللي انا اخترته ده كله على مين؟ على كل الصفحات. فلما اقول له ابلاي تو اول هتبص كده تلاحظ ان ايه؟ ان كل السلايدز بقت الباك جراوند بتاعها بنفس الشكل اللي انا اخترته او بنفس اللون اللي انا عملت له جريدينت. طيب نفس الوقت طبعا انت بتختار اللون اللي انت هتعمله بيه اصلا تدريج، يعني انت تدرج اللون ده اي لون انت هتدرجه يعني. طيب ففي عندك نوع ثالث اللي هو البيكتشر. انت ممكن تحط بقى ايه؟ ممكن تحط صوره اصلا في الباك جراوند او تكستشر فيل، في حاجه اسمها تكستشر فيل او البيكتشر. البيكتشر ديت اللي انت طبعا لما تيجي على البيكتشر سورس هتعمل انزيرت، يعني هتختار صوره، الصوره دي ايا كان بقى انت جايبها من على الجهاز او جايبها من على النت، دي هتكون الباك جراوند. يعني ممكن اجيب صوره من الجهاز او ممكن اجيب صوره من بينج. طبعا بينج ده هو بيديك سيرش بوكس كده بتكتب فيه الصوره، يعني اسم الصوره اللي انت عاوزها، هو بيجيب لك طبعا الاحتمالات اللي انت ممكن تختارها يعني، بس طبعا لازم يكون النت ايه؟ النت شغال عشان يجيب لك الحاجه اللي انت عاوزها. فانا قلت لك مثلا انا عاوز هنا مثلا يعني كلمه ابل اهوت جاب لك ايه؟ جاب لك صوره خاصه بالابل. فانت ممكن تختار واحده من دي كده اللي هي الابل دي كده وتقول له ايه؟ انزرت. بس طبعا الصوره ديت هتبقى فين؟ هتبقى في الباك جراوند، بس انت عشان مش شايف الابل هي في النص بالظبط فمش باينه هنا يعني. فانت ممكن تختار بقى ايه؟ اي صوره مناسبه ليه بالنسبه لك انها تكون واخده ايه؟ انها تكون واخده الباك جراوند كلها يعني. طيب انا ممكن اقول له لاب. فلو انت شغال مثلا حاجه كيميائيه، حاجه خاصه بيه، حاجات حيويه، حاجات من دي، فانا ممكن مثلا اختار حاجه زي كده. حاجه كده زي دي واقول له انزرت. طبعا الصوره ديت هتيجي في الخلفيه اللي انت شايفها ورا دي، عشان كده هتلاحظ ان في معظم الدكاتره كده او بعض الدكاتره لما بيجي يشرحهم هتلاقي ان الباك جراوند اصلا مش موجوده باي ديفولت في مين؟ في البار وين، انت اللي بتعمل عليها سيرش وبتنزلها عندك. طيب ده اللي هو البيكتشر اور تكست. لو انت بقى عاوز تشتغل على التكستشر فيل، يعني تيجي على حاجه كده ايه نوع تكستشر كده، هتلاقي في انواع اصلا تحس ان هي متدرجه بالوان معينه كده موجوده عندك في الصفحات او موجوده عندك باي ديفولت يعني. انا ممكن اختار مثلا حاجه زي الخشب ده كده ماشي، او ممكن اختار حاجه مناسبه بالنسبه لي على حسب انت عاوز ايه. فمثلا ممكن اختار الشكل اللي هو الخشبي الفاتح شويه ده، فهو طبعا هيبقى موجود عندك برضه في الباك جراوند بالشكل اللي انت ايه اللي انت اخترته ده، اللي هو يا اما تختار صوره يا اما تختار شكل من التكستشر فيلم، يعني بيملى الباك جراوند بحاجه اسمها التكستشر فيلم. طيب في نوع بعد كده اللي هو اسمه باترن فيل. الباترن فيل ده اللي هو اشكال زي اللي انت شايفها دي كده، بس الاشكال دي فيها ايه؟ فيها الوان كتير. يعني ممكن اختار اللون اللي انا عاوزه، ومن خلال اللون اللي اخترته هيغير لك في الاشكال اللي انت عاملها، اشكال مثلا زي الطوب ده كده، زي خطوط بالطول، خطوط بالعرض، خطوط بالدياجونال، بالشكل اللي انت محتاجه ايه من الفورمات باك جراوند اللي هنا اللي موجوده هنا دي. طيب ايه تاني عندنا مثلا؟ في عندنا بقى هنا حاجه اسمها الهايد باك جراوند جرافيك. كل اللي انت عملته ده كده انت ممكن تلغيه في زرار واحد بس، يعني ممكن اقول له هايد باك جراوند جرافيك، هو طبعا ايه هيلغي لك الجرافيك اللي انت كنت عامله اصلا على الصوره الاصليه، يعني الصفحه الاصليه، اي انيميشن، اي شغل فيها الوان، اي حاجه كنت عاملها هيلغيها لك. طيب انا عاوز ارجع الكلام ده تاني فرجعه. طيب لو انا عاوز بقى اريست الباك جراوند اللي انا عاملها دي، يعني انا عملت باك جراوند ومش عجباني، عاوز ارجع للباك جراوند الاصليه، هتلاقي فيها هنا حاجه اسمها ريسيت باك جراوند. لو انا عملت كليك عليها كده هيشيل لك الباك جراوند اللي انا حاططها دي عشان يرجع لك اللي انت كنت عاملها قبل كده، اللي هي اللون ده اللي هو اللون الجريدينت الايه اللي هو بيبقى متدرج عندنا ده. طيب ده بالنسبه للفورمات باك جراوند. عندنا جنب الفورمات باك جراوند حاجه اسمها السلايد سايز. انا ممكن اختار الستاندر. الستاندر ده اللي هو ايه من 4 الى 3، يعني 4 ويدث 3 هايت. او ممكن تختار حاجه كده ايه الوايد سكرين اللي هو بيجيب لك شاشه كبيره بالشكل ده كده، ده الشكل اللي اصلا اللي هو باي ديفولت دلوقتي شغال على اللي هو الاصدارات بتاعت 2016 و2019 وهكذا. فانت شوف الشكل المناسب بالنسبه لك، يعني بيكبر لك الصفحه شويه يعني، واشتغل عليه، ده ما فيهوش اي مشكله. طيب ادي حاجه، ده بالنسبه للديزاين. طيب لاحظت دلوقتي وانا موجود هنا كده عملت حاجه بالخطا كده، انا لو جيت مثلا سحبت الاثنين دي حطيتها فوق هنا كده ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان السلايد رقم 3 ديت انا ممكن اخليها مكان رقم 2 بالشكل ده كده ماشي، ممكن اخليها ارجعها تاني كده، فدي طبعا ايه
مجموعه تيبس كده انت ممكن تستعين بيها. يعني انت مثلا عملت تو سلايد بس الترتيب بتاعهم مش مظبوط، فانت ممكن تقلب الترتيب بتاعهم من خلال انت تسحب بس كده. ماشي كده شباب، ادي حاجه ايه سريعه كده. طيب بالنسبه بقى لاي ترانزيشن، الترانزيشن هي مسؤوله عن ازاي الصفحه بتتغير. يعني انت مثلا جيت عملت سلايد شو، ماشي، الصفحه لما تيجي تتقلب من صفحه لتانيه هتتقلب ازاي؟ طبعا اللي بيظهر في نفس الصفحه ده كله اسمه انيميشن، يعني اللي احنا لسه ما اشتغلناش فيه ده كله اسمه انيميشن. لكن عشان الصفحه دي كلها هتتغير وتيجي الصفحه الجديده، ايه اللي هيحصل؟ فطبعا ده اللي هو المسؤول عن حاجه اسمها ايه؟ ترانزيشن. طبعا ما فيش، انا مش حاطط انيميشن لايه؟ للترانزيشن دي، بس احنا ممكن ايه؟ نشتغل على اي نوع من الموجود عندنا. فمثلا نختار اي نوع، طبعا عندك انواع كتير، تنزل السهم ده كده هتلاقي فيه انواع كتير. فمثلا ممكن نختار نوع اللي هو بيعمل مثلا ايه، عشان نلاحظه شويه، زي البوش ده مثلا، حاجه بالشكل ده كده، يعني الصفحه هتتقلب بالشكل ده كده. طيب تعال نشوف، هتلاقي يعمل في حاجه هنا على الشمال، بدل ما تفتح الصفحه سلايد شو كل شويه، بدل ما تفتح السلايد شو اللي موجوده هنا دي، هتلاقي في عندك على الشمال في حاجه اسمها بريفيو، يعني وريني اللي انا عملته. فلما تكليك على بريفيو هيوريك اللي انت عملته دلوقتي. طيب انا دلوقتي اخترت مثلا شكل من البوش ده مثلا. طبعا الشكل اللي هو البوش ده ليه اشكال كتير جدا، بس مش موجوده هنا، لكن هي موجوده فين؟ موجوده هنا بقى في الايفكت اوبشنز. يعني انا اخترت دلوقتي ايه؟ انا اخترت، لو انا كبرت دي كده، لو انا اخترت مثلا البوش، فيها البوش فيها الاربع حاجات دول بس، اللي هي يا اما تيجي من تحت، يا اما تيجي من اليمين او من الشمال او من فوق. فمثلا لو انا اخترت ايه؟ فروم رايت، يعني يبقى الصفحه بدل ما هي لما تيجي من تحت هتيجي ايه؟ من اليمين. طيب لو انا اخترت شكل تاني من الاشكال دي، زي مثلا الفيد دي، الفيد دي، او خلينا مثلا حاجه نلاحظها شويه زي راندوم بارز مثلا، او القط، فهتلاقي ان القط دي فبرضه ايه فيها شكلين اتنين زي دول كده. طيب تعال نشوف شكل تاني، ننزل كده بالسهم، هتلاقي في شكل كده ايه هتلاحظه قوي، اللي هو لو الكلام موجود اصلا، يعني حاجه كده بريفيو بالشكل ده كده، هتحس ان الكلام نفسه ايه، بتحس ان هو بيبقى نقط وبعد كده ايه، وبعد كده بيظهر يعني. طيب فعلى حسب الـ الشكل اللي انت اخترته من هنا ده، هتلاقي ان افكت اوبشنز بتاعته كتير. يعني مثلا حاجه بالشكل ده كده، حاجه بقى بالشكل بالشكل ده كده، وطبعا على حسب بقى انت شغال على اي شكل يعني موجود عندك. طيب في جزء خاص بالتايمنج، اللي هو جروب خاص كده بالتايمنج، هتلاقي ان في هنا حاجه اسمها ساوند. انت هل انت عاوز صوت والصفحه بتقلب؟ يعني انت وانت شغال على الصفحه دي دلوقتي، اول ما الصفحه دي تقلب، اول ما الصفحه دي تقلب كده، هل انت عاوز صوت؟ هل انت محتاج تسمع صوت ولا لا؟ فمثلا مختارين مثلا صوت اللي هو زي الارو ده كده. لو انا قمت مختار الصوت اللي هو مثلا صوت الكاميرا، اللي هو الصوت ده كده، تعال نشوف كده الصوت ده هيبقى شكله عامل ازاي. هتلاقي الصوت اللي انت سمعته اللي هو ايه، الصوت بتاع الكاميرا اللي انت سمعته ده. طيب طبعا لو انت اخترت بقى اي صوت تاني، فانت على حسب بقى الصوت اللي انت اخترته ايه، بتشوف إيه الصوت ده شكله عامل ازاي. فانت ممكن تعمل ريفيو، هتلاقي ده صوت الايه اللي انت اخترته، اللي هو الدرام رول ده، كانك بتضرب بندقيه يعني. طيب الديوريشن دي اللي هي خاصه بمين؟ الديوريشن دي اللي هي خاصه بيه، اللي خاصه بيه الصوت نفسه، يعني عشان يخلص وعشان الصفحه كلها تبقى ظاهره قدامي. فانت عاوز الديوريشن قد ايه؟ عاوز ثانيه واثنين من عشره، عاوز اثنين ثانيه، عاوز ثلاثه ثانيه، فعلى حسب برضو الوقت اللي انت عاوزه ان الصوت ده يشتغل فيه قد ايه. طيب في حاجه خاصه بيه الادفانس سلايد، يعني الصفحه وهي بتقلب محتاج قد ايه عشان الصفحه تقلب؟ هل انت هتقلبها بالماوس، ولا هل هي هتقلب بعد وقت معين؟ انت عندك هنا الافتر ايه، يعني انت لو اخترت مثلا افتر بعد مثلا 3 ثواني بالشكل ده كده، وجيت قلت له ايه، جيت قلت له ابلاي تو اول، يعني ابلاي الثلاث ثواني دي لكل الصفحات. فانت طبعا لو جيت فتحت السلايد شو كده، بس انت ايه، انت ما بتعملش اي حاجه، هو اللي بيشتغل لوحده. فهو بعد 3 ثواني المفروض هيقلب الصفحه اللي بعدها بالشكل اللي انت شايفه ده كده. فطبعا كده الصوت شغال، وفي انيميشن احنا لسه ما اتكلمناش عليها شغاله، وفي الترانزيشن ده بيشتغل لوحده، لان انت اخترت ثلاث ثواني زي ما احنا ايه اتفقنا. يبقى احنا دلوقتي بعد 3 ثواني كل صفحه بتقلب اوتوماتيك. طيب برضو الماوس شغال، يعني انت ممكن تقلبها بالماوس عادي جدا، يعني لو لسه ما قلبتش وانت عاوز تقلبها بالماوس او عاوز تقلبها بالكيبورد عادي جدا، مفيش اي مشاكل. ده بالنسبه للترانزيشن. في حد عنده اي سؤال في التاب بتاع الترانزيشن قبل ما ننقل على الانيميشن؟ يا شباب طيب
تعالى نشوف التابه اللي هي بتاعت الانيميشن دي. التابه بتاعت الانيميشن دي هي خاصه بايه بقى؟ بالصفحه نفسها بقى. بص كده هتلاحظ ان في ارقام موجوده عندك هنا، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه ادي خمسه ادي سته سبعه ثمانيه تسعه. ايه الارقام دي؟ الارقام دي اللي هي طريقه ترتيب الكونتنت اللي موجود في الصفحه عشان يظهر اليوزر. يعني المفروض ده الجمله دي تظهر رقم واحد، وبعد كده رقم اثنين مين اللي يظهر؟ مثلا المربع ده. طيب رقم ثلاثه مين اللي يظهر؟ اللي هو السهم اللي على الشمال. رقم اربعه مين اللي يظهر؟ الكلمه دي او الحرف ده. رقم خمسه مين اللي يظهر؟ مثلا السهم ده. سته مين اللي يظهر؟ المربع ده، وهكذا. طيب الكلام ده كله بيتعمل ازاي؟ هو طبعا لو انا جيت على الصفحه دي كده وقفت على اي مكان موجود عندي، فانا ممكن طبعا ايه؟ ممكن اشيل يعني دي انيميشن اصلا معموله، يعني انت بتيجي على نيجي مثلا عند صفحه ما فيهاش انيميشن مثلا، او نلغي الانيميشن الموجود دي ونعملها تاني. فعندنا هنا مثلا حاجه اسمها نن، فبيشيل لك الانيميشن اللي انت ايه؟ اللي انت عملتها. تيجي هنا كده على نن، كده احنا شلنا ايه؟ الانيميشن. كده مفيش انيميشن خالص في الصفحه، يعني المفروض لما هي تظهر مفيش اي انيميشن، بتظهر على طول تمام. لكن الشكل اللي انت شفته ده خاص بالترانزيشن. طيب تعالى بقى نعمل شويه انيميشن على الصفحه دي. انا عاوز دلوقتي ايه؟ لو انا حددت مثلا كده، لو انا قمت ماسك السهم ده كده وقلت انا عاوز السهم ده يظهر اول واحد، فانا بتحدده الاول او بتوقف عليه الاول كده، وبتيجي على حاجه اسمها طبعا ممكن تيجي على اد انيميشن، او ممكن تيجي على ايه الاجزاء اللي موجوده عندك دي. فلو مثلا لو اخترت كلمه ايه، كلمه فلاي ان مثلا، كلمه فلاي ان دي اللي هو بالشكل انت شايفه ده كده، هيجيب لك ايه؟ هيجيب لك الشكل اللي هو هيتعمل بيه، وهيكتب لك جنبها رقم واحد. طيب لو انا عاوز دلوقتي المربع ده كله على بعض يظهر رقم اثنين، هقول له ايه؟ هقول له برضه فلاي ان بالشكل ده كده. طيب هاجي على المربع اللي هو السهم الثالث ده واقول له برضه فلاي ان، يبقى كده ده رقم ثلاثه. يبقى دلوقتي هتلاحظ ان في كمان رقم مكتوب جنبك اللي هو واحد اثنين ايه؟ ثلاثه. يبقى دلوقتي لما تيجي تعمل حاجه بالشكل ده كده، هتلاحظ ان ده بيظهر واحد اثنين ثلاثه اوتوماتيك كده لوحده، من غير ما انا اقول ايه؟ من غير ما انا اقول له اي حاجه. طيب تعالى بس نلغي الصوت اللي موجود في الترانزيشن عشان ما يعملش وش. عندنا هنا النو ساوند، واقول له ابلاي تو اول، يبقى كده ما فيش صوت خالص. تعالى بقى دلوقتي نكمل. احنا عاوزين دلوقتي اربع نقط جنب بعض اهمت او تحت بعض، عاوزين برضه نخلي الاربع نقط دول شغالين بالانيميشن برضه. طيب انا ممكن ايه؟ اقوم جاي على كلمه فلاي دي، ماشي؟ هتلاحظ ان هم اصلا عشان هم ليست، يعني عشان هم مجموعه ليست مرتبطين ببعض، فهو يخلي لك ده رقم اربعه وخمسه وسته وسبعه. طيب انا مش عاجبني مثلا، مش عاجبني رقم خمسه ديت ان هي تظهر رقم خمسه، انا عاوز رقم خمسه دي تظهر رقم اربعه، يعني تظهر رقم اربعه واربعه دي تظهر رقم خمسه. ماشي ده مش منطقي، بس عشان اعلمك بس ايه، لو انت عمل لك انيميشن مش بالترتيب اللي انت عاوزه تعمل ايه؟ هتيجي عند رقم خمسه دي انا عاوزها تظهر الاول قبل اربعه، هتعمل ايه؟ هتيجي عند حاجه كده على اليمين اسمها موف ايرلير وموف ليتر. لو انت واقف عليها كده، واقف على الخمسه دي وقلت له موف ايرلير، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان هو بيقلب لك دي رقم اربعه ويقلب لك اللي فوقها رقم خمسه. يعني المفروض دلوقتي لما تيجي تعمل بريفيو، تعال نشوف كده، بص بقى كده، رقم خمسه، رقم اللي هي كانت هنا دي ظهرت الاول، وبعد كده ايه؟ الثانيه قلبت مكانها. يعني المفروض دي هتظهر رقم اربعه، دي اللي هتظهر الاول، بعد كده رقم خمسه اللي هي الورك ايه؟ ورك اور اكشنز بيرفورمد اون ديتا. تمام كده يا شباب؟ ده اللي هي الموف ايرلير. طيب لو انت عاوز ترجعها تاني، انت عاوز دي تظهر مؤخرا، يعني عاوز تظهر يعني متاخره رقم، فهتيجي على موف ليتر وتخليها ايه؟ وتكليك عليها، هتلاقي ان هو بيغير لك الرقم بتاعها، بدل ما هي كانت اربعه بقت خمسه. يبقى دلوقتي الترتيب ايه بقى مظبوط؟ تعالى بص بقى كده، هتلاقي ان الترتيب بتاعك شغال ايه بالطريقه السليمه المظبوطه. طيب يبقى ده بالنسبه لي الايه؟ الجزء الخاص بالري اوردر انيميشن، اللي هو طريقه ترتيب تاني او اعاده ترتيب الانيميشن الخاصه بالصفحه اللي انت شغال عليها دلوقتي. طيب تعالى دلوقتي نعمل ايه؟ عندنا مثلا هنا في التايمنج حاجه اسمها الستارت، الستارت اون كليك ده، ماشي؟ وعندي هنا حاجه اسمها ديوريشن. الديوريشن دي اللي هي خاصه بايه بقى؟ الديوريشن دي اللي هي خاصه بالفرق ما بين كل انيميشن والتاني هتاخد وقت قد ايه، ماشي؟ النص دي مثلا معناها نص ثانيه، يعني كل واحده من دي تاخد ما بينها وما بين التانيه نص ثانيه، فدي الديوريشن الخاصه بيا.
تمام كده؟ طيب فكل طبعا ما لما بزود فيها كل ما هيقعد وقت شويه عبال ما ايه؟ عبال ما يظهر الحاجه اللي انا عاوزها. فطبعا ده هيحس ان فيه يعني مثلا انا كنت واقف على دي بس وقلت ان دي بس تاخد وقت ثانيه عبال ما تظهر. او تعالى نزودها شويه كده عشان تلاحظ، خليها مثلا ثانيتين والباقي كله زي ما هو. ماشي؟ تعالى نعمل بريفيو. هتحس ان هي ماشيه ببطء قوي لحد ما يخلص الثانيتين بتوعها، لكن الباقي هيجي بسرعه لان الباقي اصلا كان شغال على كام؟ لو انا جيت وقفت على دي كده هتلاقيها شغاله على نص ثانيه. تمام كده يا شباب؟ يبقى انت لو عاوز حاجه تظهر في وقت اكتر من الثاني او اقل من الثاني فبتعدل على الوقت اللي ايه؟ الخاص بيها بين الجزء ده كده. ماشي كده؟ طيب فده اللي احنا عاوزينه برضو ايه في الجزء اللي هو الخاص بالانيميشن. طبعا بتبدا بقى تاخد ايه؟ هو طبعا مطبق على كل الصفحات. بتبدا بقى تاخد كل الايه؟ كل الحاجات اللي موجوده عندك دي كده وايه؟ وتحط عليها الانيميشن اللي انت عاوزه على حسب الترتيب اللي انت عاوزه يظهر لمين؟ للشخص اللي انت بتشرح له. طيب تعالى كده نشوف السلايد شو. السلايد شو دي خاصه بايه بقى؟ خاصه بطريقه العرض نفسها، يعني انت لما بتيجي تعرض كده اللي هو بالشكل ده كده. انت عاوز طريق العرض ده يبدا من اول صفحه ولا من اخر صفحه ولا من نص ولا من ايه بالظبط؟ طب هل انت عاوز تسجل المحاضره بتاعتك صوت وصوره؟ طب هل انت عاوز تحسب الوقت اللي انت بتاخده في الصفحه عشان بعد كده تحط الوقت ده يكون هو للصفحه فيشتغل لوحده؟ يعني فيها شويه حاجات حلوه يعني. تعالى كده ايه؟ اول حاجه واحده على الشمال اهي اللي اسمها فروم بيجانينج. اللي اسمها فروم بيجانينج ديت اول ما تكليك عليها يعني كده انت بتقول له اول ما حد يجي يبدا لك البرزنتيشن دي ابداها من اول صفحه خالص، حتى لو هو واقف في النص. يعني انت حتى لو واقف في النص هنا كده وجيت عملت اللي هو ستارت سلايد شو فالمفروض هيبدا لك منين؟ من اول ايه؟ من اول صفحه خالص. بس عشان انا ما عملتش ابلاي ايه؟ ابلاي على الصفحات، فعشان كده بداها من الصفحه اللي انا ايه؟ اللي انا اشتغلت عليه. طيب يبقى دلوقتي لو انت مثلا واقف هنا كده وجيت قلت له هتلاقي ان في حاجه عندك على الشمال كده اسمها ايه؟ اسمها فروم بيجانينج. فروم بيجانينج يعني لو انا واقف في النص كده وقلت له فريم بيجانينج المفروض يبدا لي دلوقتي من اول صفحه. اول ما كليك على فروم بيجانينج ده هيبدا لي من ايه؟ من اول صفحه موجوده عندي في السلايد اللي موجوده اللي انا بشرحها. طيب لو انا واقف برضه في النص كده وقلت له ابدا لي من الكرنت سلايد اللي انا شغال عليها دلوقتي، يعني افتح لي البرزنتيشن او افتح لي السلايد شو من الكرنت سلايد، فهتلاقي ان في هنا حاجه اسمها فروم كرنت سلايد. يعني كده مش هيبدا من اول صفحه بقى، كده هيبدا من السلايد اللي انا واقف عليها بس. اول ما كليك عليها هيظهر لك الايه؟ البرزنتيشن او الصفحه بتاعت البرزنتيشن اللي انا واقف عليها حاليا. طيب طبعا الجزء ده انا مش عاوزه اللي هو بريزنت اونلاين، ده انت بتقدم البرزنتيشن بتاعتك اونلاين، لا مش عاوزين. طب احنا عندنا حاجه اسمها كاستم سلايد شو. يعني ايه كاستم سلايد شو بقى؟ نيجي نختار الكاستم شو دي كده، بقول له انا عاوز نيو. الهدف بتاع دي ايه بقى؟ الهدف بتاع دي انت بتختار السلايد اللي انت عاوزها بس تظهر في السلايد شو. يعني مثلا عاوز السلايد رقم واحد اعمل لها اد، والسلايد رقم ثلاثه مثلا، والسلايد رقم خمسه وسبعه وثمانيه، انا عاوز دول بس اللي يظهروا في السلايد شو. واقول له مثلا ايه؟ واقول له اوكي. تمام كده؟ تعالى نعمل شو. هتلاحظ ايه بقى؟ انت عندك الصفحات اللي هتظهر عندك اصلا اللي هي واحد اللي انت اخترتها بس. ماشي يا شباب، المفروض تظهر الصفحات اللي انت اخترتها بس. طب تعالى ده دلوقتي مثلا نعمل لها سلايد شو. ادي الصفحه اللي انت اخترتها هي اللي هي الداتا فلو. ماشي، وادي صفحه ثانيه، وادي صفحه ثالثه، وادي صفحه رابعه، وادي صفحه خمسه. مش عارف احنا اخترنا كام صفحه. طيب تعالى نشوف ثاني كده. عندنا هنا اللي هي الكاستم. انا عندي هنا حاجه اسمها كاستم شو اهيت. ماشي، الكاستم شو دي اللي انا اخترتها بس، اللي هي ادي واحد كده ايه كده شغل الصفحات بس اللي احنا ايه اللي احنا اخترتها. فلما تيجي على كاستم سلايد دي هتلاقي ان في هنا كاستم شو ديت الاساسيه دي الرئيسيه اللي هي فيها كل حاجه، فيها كل الصفحات، وديت اللي بتعدل فيها كمان. يعني انت بتزود شو جديد، لكن كاستم شو دي تعالى نشوف الكاستم شو ديت ونعدل فيها. يعني عندنا مثلا كاستم شو دي عاوزين نعدل فيه. هتلاقي ان هنا في صفحه واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. تعالى مثلا نلغي صفحه واحد دي. ماشي، احنا عندنا بس اربع صفحات عاوزينهم ايه يظهروا عندنا. تعالى نقول له اوكي. ماشي، ونقول له ايه؟ ونقول له كلوز، ونيجي على
ونيجي على الكاستم شو، دي شغال لي كاستم شو بس. فطبعا دلوقتي ايه هيظهر لك الصفحات اللي انت اخترتها فقط لا غير، بعيدا بقى عن الصفحات اللي ايه الاولى والاخيره والكلام ده كله. فيظهر لك طبعا ايه 3 صفحات او 4 صفحات على حسب الصفحات اللي انت اخترتها بس، ويقوم قافل لك بعد كده البرزنتيشن بتاعك. ماشي كده يا شباب؟ اهو دي الصفحه رقم 3 وده الصفحه رقم 4. بعد كده قفل لك البرزنتيشن عشان انت طبعا انت عملت ايه؟ عملت كاستم سلايد شو. طيب تعالى نشوف دلوقتي ايه تاني موجود عندنا. الموجود تاني عندنا انا مثلا عملت كذا برزنتيشن 22 برزنتيشن بس، وجيت كده في النص قلت ايه؟ انا في سلايد مش عاوزها تظهر لحد، يعني عاوزها وانا بعمل السلايد شو وانا بعرض مش عاوز السلايد دي تظهر، بس اللي هي سلايد رقم 14. ممكن اعمل لها حاجه اسمها هايد. يعني هايد دي هو ما بيمسحهاش، هو بس بيخفيها من الايه؟ من السلايد شو. يعني لو انا جيت عملت هايد كده هتحس ان رقم 14 بقى عليه شرطه كده، اللي هو الشرطه دي. الشرطه دي معناها ان لما بتيجي تعرض في السلايد شو رقم 14 دي ما بتظهرش اصلا. طب تعالى نجربها كده على مثلا ايه؟ على رقم 1 مثلا عشان تبقى ايه حاجه واضحه شويه. لو قلت لك هايد وجيت قلت لك مثلا ان هي اعمل لي سلايد شو، يعني اعمل لي عرض. ماشي؟ بس طبعا عشان دي واحد دي هو بدا من عندها وانت قايل له فروم ايه؟ طب تعالى دلوقتي نعمل مثلا هايد لرقم 2 وتعالى نمسح الهايد بتاع رقم 1. طبعا لو انت عاوز تمسح الهايد كده كده هي اصلا هي سيلكتد، يعني لما تيجي تكليك عليها فبيشيل لك ايه؟ بيشيل لك الهايد اللي انت ايه؟ اللي انت عملتها. طيب دي الصفحه رقم 2 المفروض اللي هي داتا فلو فيها جمله واحده كده في النص يعني. تعالى كده نعرض سلايد شو. فدي الصفحه الاولى. بعد كده ايه جاب لك الصفحه الثالثه على طول، ما جابلكش الصفحه ايه الثانيه اللي انت عملت لها هايد. فطبعا دي برضو حاجه مهمه جدا احنا ساعات بنستعين بيها، ان في ناس وهي بتكتب البرزنتيشن ساعات بتكتب صفحات خاصه ليها هي بس، يعني هي تستعيدها هي تستفيد منها تذاكر منها، لكن لما تيجي تعرضها بتعمل لها هايد، ما بتعرضهاش لمين؟ للشخص اللي هي بتشرح له الحاجه دي. طيب تعالى دلوقتي نشوف ايه الموضوع بتاع الري هيرز تايمينج ده. في حاجه هنا اسمها ري هيرز تايمينج. يعني ايه ري هيرز تايمينج؟ تعالى كده نشوف نشيل الهايد كده. يعني مثلا انا في الصفحه رقم 3 دي انا مش عارف انا هاخد فيها وقت قد ايه، فانت ممكن تظبط الوقت بتاعها، يعني تفتحها وتشرح والبرزنتيشن هتحسب الوقت اللي انت خدتها في الشرح بتاعها. ماشي؟ والوقت بتاع الشرح ده انت ممكن تستعين بيه بعد كده ان هو تخليه في الترانزيشن، يعني الصفحه وهي بتقلب انت ممكن تخلي بقى ايه تاخد التايم اللي انت اخدته اصلا في ري هيرز. يعني كانك بتعمل بروفا مع نفسك كده مع رقم 3 دي. انا مثلا اهو عامل ري هيرز تايمينج. بص كده ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان انا بشرح دلوقتي ماشي؟ وهتلاقي ان في وقت فوق عمال يعد، عدات عمال فوق عمال يعد اهو 6 7 8. فطول ما انا بشرح كده هو عمال يعد لي هنا كده لحد ما انا اقلب الصفحه اللي بعدها. ماشي؟ اول لما اقلب الصفحه اللي بعدها هيبدا باخده ايه؟ يعد للصفحه دي بس. يعني الصفحه دي بس هيعد لها هي هتاخد فيها قد ايه؟ طيب اول ما اقلب الصفحه اللي بعدها برضو نفس ايه؟ نفس الكلام، الصفحه دي انا هاخد فيها قد ايه؟ طيب اول ما اجي اعمل اسكيب هيقول لي ايه بقى؟ هيقول لي ذا توتال تايم فور يور سلايد شو ووز 26، يعني انت اخدت في ال3 صفحات اللي انت شرحتهم دولت 26 ايه؟ 26 ثانيه. هل انت عاوز تخلي ال 26 ثانيه دول هو فعلا الوقت الفعلي بتاع ال3 صفحات دول؟ فلو قلت له يس طبعا هياخد الايه؟ ال 26 ثانيه دولت يحطهم في التايمنج بتاع مين؟ بتاع اول 3 صفحات. لاني وانا بعمل مثلا شرح او انا بعمل ترانزيشن يستعين بالوقت ده ان هو يشتغل اوتوماتيك من غير ما انا اقلب بايدي يعني. طيب باشمهندس نعم الميتنج هيفصل. طيب هنقفل الميتنج يا شباب وهنخش تاني. تعالى دلوقتي بقى نشوف حاجه مهمه جدا اللي هي ريكورد سلايد شو. طبعا في معظم بعض الدكاتره بتستخدم الحته دي. ريكورد سلايد شو يعني ايه؟ يعني انا مثلا قمت جاي فاتح كده وقمت قايل له ايه؟ قايل له اعمل لي ريكورد فروم ذا كرنت سلايد، يعني سجل لي المحاضره صوت وصوره من الايه؟ من اول صفحه اللي انا هشتغل عليها دي. وبعد كده هيفتح لك الويندو دي كده هقول له ايه؟ هقول له انا عاوز اعمل ستارت ريكوردنج. فاول لما تكليك عليها كده هيفتح لك اول صفحه، هتبدا انت بقى ايه؟ تتكلم، وطول ما انت بتتكلم في عداد برضه بيعد فوق اهو. طيب العداد ده بيعمل ايه؟ العداد ده بيحسب الوقت اللي انت اخدته في الصفحه، وطبعا برضه بيسجل الصوت والصوره اللي هي الصوره دي اللي هي صفحه السلايد شو ديت،
وبيسجل برضه الصوت بتاعك. يعني انا عمال اشرح اهوت وقمت داخل في الصفحه اللي بعدها وعمال اشرح برضه، ودخلت في الصفحه اللي بعدها وعمال اشرح، تمام كده بالشكل ده كده. وجيت قمت ايه، قمت خلاص خلصت، فانا هقول له ايه اسكيب. فلما اقول له اسكيب هتلاقي ان هو ايه ظهر لك حاجه تحت كده اللي هي الشكل اللي انت شايفه ده كده، اللي هي النارو دي بيسموها النارو. طيب تعالى كده نشوف، لو انا جيت قمت عامل كليك على دي هتلاقي ان الصوت هو بيتكلم لوحده اهو. انت بتتكلم في عداد برضه بيعد فوق اهو، ده اللي هو ايه طيب بقى؟ العداد ده بيعمل ايه؟ العداد ده بيحسب الوقت اللي انت اخدته. فده يا شباب اللي هو التسجيل اللي انا ايه اللي انا كنت بتكلم بيه طبعا مع ايه؟ مع الصوره. يعني دلوقتي لما الطالب يجي ياخد البرزنتيشن دي مني ويجي يفتحها عنده هيلاقي ان صوته والصوره ايه شغال معاه. فطبعا دي طريقه ممكن الناس تستعين بيها بدل ما هي تسجل إيه، تعمل سكرين شيري او تعمل سكرين ريكوردنج يعني. فدي طريقه، بس لازم يكون معاك طبعا برزنتيشن، لكن لو معاك بي دي اف فانت لازم طبعا تشغل اي برنامج ايه يسجل لك يعني. طيب لو انا جيت برضه قمت عامل فول سلايد شو كده نفس الكلام هيشتغل على طول معاك بقى بتتكلم، وطول ما انت بتتكلم اهو في عداد برضه هتلاقي ان هو بيعد بيتكلم فوق. معاك عادي جدا ايه، طالما انت عملت ايه ريكورد سلايد شو اللي انت ايه اللي انت شفتها هنا دي. فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا. طيب تعال نشوف ان في حاجه اسمها بلاي ناريشنز. البلاي ناريشنز ديت اللي هي المفروض اللي هي دي، عارف الميديا كنترول دي، ماشي. الميديا كنترول دي خاصه مثلا بايه، حاجه اسمها ميد شو ميديا كنترول، لو انا ممكن الغيها او ممكن اسيبها يعني. طيب واليوز تايمنج اللي هو الوقت اللي انت ايه اللي انت اخدته قبل كده في الشرح عشان يقلب مثلا لوحده اللي هو من خلال ري هيرز تايمنج. فطبعا اللي يهمنا في الموضوع كله ان هي عندنا حاجه هنا اسمها ريكورد سلايد شو، ماشي. ريكورد سلايد شو دي بتسجل صوت وصوره. ري هيرز دي بنستخدمها عشان اشوف انا هاخد وقت قد ايه في الشرح واظبط الوقت ده بتاعي على السلايد شو في الاخر. الهاي سلايد دي بتخفي الصفحه اللي انت عاوز ايه تعمل لها اخفاء، تمام. تعال نشوف السيت اب سلايد شو دي. السيت اب سلايد شو ديت فيها كده شويه حاجات، مثلا الشو سلايد انا ممكن اقول له افتح لي السلايد بتاعتي من صفحه كام لصفحه كام، يعني ممكن احدد ايه احدد انا عاوز الصفحه بتاعتي تظهر من كام لكام يعني. وعندي الكاستم فيو، انت عاوز تظهر الكاستم فيو اللي هي الكاستم فيو اللي انت كنت عاملها ولا لا، ماشي. عشان لو انت عامل اكتر من كاستم فيو انت ممكن تعمل مثلا اثنين ثلاثه، يعني دي واحده كنا مختارين فيها اربع صفحات بس، انت ممكن تعمل واحده ثانيه فيها ثلاث صفحات، ممكن تعمل واحده ثالثه فيها 50 صفحه. فانت ممكن تختار من هنا لو انت عامل اكتر من حاجه يعني تختار الكاستم فيو اللي انت عاوزها يعني، ماشي. طيب عندك هنا حاجه اسمها الادفانس سلايد، عاوز تقلب الصفحات مانيوالي باستخدام ايدك ولا بالتايمنج اللي انت عامله لو هو موجود يعني، ماشي كده يا شباب. طيب السلايد شو مونيتور اللي هي الشاشه اللي هتعرض البرزنتيشن دي، هل انت عاوز تشتغل اوتوماتيك لوحدها هي تدور لوحدها، ولا انت عندك مثلا شاشه انت موصلها على اللابتوب بتاعك او موصلها على الجهاز بتاعك، على حسب بقى ايه، على حسب انت انت عاوز ايه بالظبط. طيب عندك هنا برضو حاجه هنا اسمها شو اوبشنز، هل انت عاوز لوب كونتينوسلي انتل سكيب، يعني عاوز لو انا عملت كده علامه صح على الحته دي، دي معناها لو السلايد شو اشتغلت وبعد ما خلصت كل السلايد شو وقمت ناقل على الصفحه اللي بعدها هتلاقي ان هو بيجيب لك من اول صفحه تاني، ماشي، لحد ما انت تكليك اسكيب. يعني في الحاله دي انا عملت صح، هو كده معناه لوب كونتينوسلي انتل سكيب، يعني هتنيه يلف حوالين نفسه لحد ما انت تعمل ايه اسكيب عشان يطلعك بره. طيب هل انت عاوز النريشن دي تظهر ولا ما تظهرش، اللي هي الجزء بتاع الكنترول اللي هي النريشن دي اللي هي زي بتاعه الصوت دي اللي انت شايفها دي، اللي هي الجزء بتاعه الاصوات ده اسمه نريشن. هل انت عاوز النريشن ده يظهر ولا ما يظهرش؟ فانت لو طبعا انت ممكن تختار انت عاوزه ولا ما يظهر ولا مش عاوزه. فدي طبعا كلها سيت اب خاصه بيه بالشو. طيب هل انت عاوز تعمل ديسيبل للهاردوير جرافيك، الجرافيكس اللي انت عملتها على الباك جراوند مثلا عاوزها ولا مش عاوزها، يعني انت عاوز لون القلم اللي انت شغال عليه ايه، عاوز لونه اخضر ولا احمر ولا ايه بالظبط. طب عاوز لون الليزر ايه، ماشي انا عاوزه ايه احمر. طب تعالى نشوف بقى الليزر والايه والبن ده. انا طبعا لو جيت عملت سلايد شو بالشكل ده كده طبعا وانا بشرح دلوقتي هتلاقي ان في حاجه هنا موجوده على الشمال عندك اهو، حاجات كده معموله ايه بالشكل ده كده. فطبعا ده اللي هو ده القلم ده، لو انت جيت فتحته هتلاقي ان هنا في حاجه اسمها ليزر بين. الليزر بين دي انا ممكن اخدها واشرح بيها يعني تشرح بيها بس عشان تبين للطلبه يعني. طيب في حاجه تانية اللي هي البن مثلا اللي هي القلم. انا دلوقتي معايا قلم، انا عاوز مثلا اوضح حاجه معينه على الصفحات، فانا ممكن القلم ده اقوم راسم اقول لك مثلا بص دي بص دي وهكذا. طيب في هنا حاجه اسمها هايلايتر. هايلايتر ده ان هو بيظلل الكلام باللون الاصفر زي ما انت شايف كده. طيب ايه تاني؟
طبعا انت ممكن تغير الالوان بتاعت مين؟ بتاعت البن اللي انت ايه اللي انت ماسكه في ايدك. طيب في حاجه اسمها ايه؟ بالشكل ده كده كانك بتفتح الصفحات كلها في في الصفحه الكبيره وبتختار من الصفحه اللي انت عاوزها يعني. طيب في هنا اللي هي الارو ده اللي هي بتوديك للصفحه اللي بعدها او الصفحه اللي قبلها وهكذا، انت عاوز تعمل ايه بالظبط. والسيرش ده او المكبر ده انت بتاخده كده وتمشي فيه في اي مكان وايه وتكليك بس في المكان اللي انت عاوزه عشان تكبر الصفحه دي، بحيث ان ايه ان حد يشوف الصفحه دي بشكل احسن يعني. دي الفكره كلها ايه في الاجزاء اللي هي التولز الموجوده على الشمال تحت دي. طيب طبعا لما تيجي تعمل سكيب بيقول لك هل انت عاوز تكيب الانوتيشنز اللي انت عملتها، يعني يعني السطور اللي انت عملتها والالوان والكلام اللي انت عملته ده، هل انت عاوز تحفظه ولا لا؟ لو انت عملت له كيب لما تيجي تفتح الصفحه اللي بعد كده هتلاقيها موجوده. لو انت عملت له ديسكارد خلاص هيمسح لك كل ايه؟ كل اللي انت عملته. تمام كده يا شباب؟ ده بالنسبه لي الجزء الخاص بالايه؟ السلايد شو. طبعا الريفيو هي مكرره والفيو برضو نفس الكلام مكرره، بس احنا خدنا منها الجزء اللي هو خاص بالبرزنتيشن فيو ده. طيب في حد عنده اي سؤال يا شباب؟ حد عنده اي سؤال خاص بالبرزنتيشن او الباوربوينت؟ تمام كده. طيب طبعا لو في حاجات ناقصه بقى هنعمل ايه سيشن جايه كده هنكمل فيها الحاجات الناقصه عشان نعمل فينش، يعني نقفل بقى موضوع الباوربوينت عشان بعد كده هنشتغل في الاكسل ان شاء الله. طيب يا باشمهندس، انت حضرتك كنت كلمتك على موضوع الهيدر على الوورد، قلت لي هتبقى تعمل سيكشن وتشرح فيه الموضوع ده. خلينا نشوف موضوع الايه الهيدر في الوورد. انا دلوقتي فتحت صفحه وورد فاضيه اهيت، طبعا لو انا جيت قمت قايل له ايه انا عاوز مثلا انزرت يعمل لي بلانك كمان بلانك، يعني عندي كذا صفحه كده اللي هو 9 صفحات زي ما انت شايف كده. طبعا لو انا جيت قمت عامل الهيدر، الهيدر بتاعي هيشتغل على كل الصفحات، يعني انا لو جيت قمت قايل له انا عاوز تقريبا الهيدر موجوده فين في الانزرت. لو انا جيت قمت قايل له هيدر كده هنا، الهيدر ده اللي هو العنوان اللي هيبقى فوق بس كانك بتشوفه كده زي الصفحات، يعني حاجه بالشكل ده كده ماشي. فانا لو كتبت مثلا كلمه هالو هنا كده او اي حاجه يعني، وجيت ايه وجيت نزلت دي الصفحات اللي بعدها هتلاقي كلمه هالو دي مكرره في كل الصفحات. انا عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ عاوزين نفصل الهيدر ده عن الهيدر بتاع الصفحه اللي بعدها. فطبعا هاجي هنا كده اقول له كلوز هيدر، انا مش عاوز الهيدر ده، عاوز اشيله اصلا. هتيجي عند الهيدر ده كده وتقول له ريموف هيدر، انا خلاص مش عاوز هيدر موجود عندي ماشي. فدلوقتي احنا شغالين عليه على نظافه اهو، مفيش اي حاجه خالص. طيب هاجي دلوقتي اقول له ايه، انا عاوز الهيدر بتاعي اول مره ياخد اول صفحه وثاني صفحه بس. هاجي على الصفحه دي كده اللي هي الصفحه الثانيه دي، انا واقف دلوقتي على الصفحه الثانيه ماشي، عشان تلاحظ اهو البيج 2 اوف ايه اوف 9. الصفحه الثانيه دي لازم افصلها عن الصفحه الثالثه. تفصلها ازاي؟ هتلاقي ان في هنا حاجه في اللي اوت تقريبا اسمها البريكس ماشي. هتلاقي في البريكس ديت في حاجه هنا اسمها اللي هو المارك ذا بوينت ات ويتش وان بيج اند. هتلاقي في هنا حاجه اسمها ايه يعني كده انت واقف على الصفحه الثانيه، واول لما تكليك على الصفحه دي كده هتلاقي نزل لك على الصفحه اللي بعدها المفروض، يعني انت لو واقف على الصفحه الثالثه المفروض نزل لك على الصفحه الرابعه ماشي بالشكل ده كده. طيب الصفحه دي بقى لو انا جيت قمت طالع فوق كده وجيت قلت له على الانزرت اعمل لي هيدر بالشكل ده كده، اقول له مثلا كلمه ايه كلمه هالو مثلا. طيب فطبعا كلمه هالو لو انت لاحظت كده برضو ايه هي اتحطت على الصفحات كلها. طيب انا عاوز بقى ايه اخلي فيه هيدر خاص بالصفحه دي بس او بالصفحه الثالثه دي. فهاجي على الصفحه دي كده ماشي، هتيجي على اللي هو الجزء الخاص بيه اللي هو الخاص بيه لي اوت، تيجي على الصفحه دي بس كده، تيجي على البريك هتلاقي ان في هنا حاجه اسمها نيكست بيج، هتلاقي فيها هنا حاجه اسمها insert a section break and start the new section on the next page. اول لما تكليك على الصفحه دي كده دلوقتي
الصفحه دي يعتبر ان هي السكشن بتاعها بقى مختلف عن السكشن اللي قبلها يعني. طيب تعالى دلوقتي مثلا نغير الكلمه دي، بس قبل ما تغير الكلمه دي لازم تقفل اللينك بتاع البريفيوس. يعني عندك هنا حاجه اسمها لينك تو بريفيوس، كده هي مربوطه بالصفحه اللي قبلها، فلازم تقفل اللينك بتاعها مع البريفيوس بيج. يعني لا تكليك عليه دي بس كده، اول لما تكليك عليها ويشيل لك التظليل غير الكلمه دي زي ما انت عاوز. خليها مثلا ايه شابتر مثلا 2 مثلا. طيب تعالى كده نشوف شابتر 2 دي هل هي اتغيرت في كل الصفحات ولا لا. فتعالى بص كده فوق هتلاقي ان كلمه هالو مكتوبه زي ما هي، ودي كلمه هالو مكتوبه زي ما هي، وبعد كده كلمه شابتر 2 مكتوبه ايه، مكتوبه بايه، بالكلام اللي انا اخترته. ليه؟ لان انا قفلت السكشن، يعني قفلت كاني فصلت ما بين الصفحه الثانيه الاولى والثانيه والثالثه. ماشي كده يا شباب؟ طيب دلوقتي مثلا لو احنا شغالين على صفحه جديده بعد يعني هنا كده مثلا، هنا مثلا من اول هنا كده، عاوز اخلي من اول هنا كده مختلف، فتيجي على الهيدر ده كده ماشي، او تيجي على الصفحه نفسها الاول كده وتيجي على اللي اوت، هتلاقي في البريكس اختار النيكست بيج ماشي، اختار النيكست بيج دي ماشي، وتيجي مثلا على اللي هي كلمه شابتر 2 دي. طبعا دي لينك، ديت هي مش لينك دلوقتي مع مع الصفحه اللي قبلها ماشي، يعني ممكن تغيرها عادي جدا طالما هي ما عملش هنا لينك تو بريفيوس، فانت ممكن تغير الكلمه ديت عادي جدا مفيش اي مشكله. طيب لو انت غيرتها يعني هي طبعا مش هتغير فوق ماشي، يعني لو وقفت هنا كده طبعا برضو ديت ايه ده كله مرتبط ببعضه اللي هو الشابتر 2 شابتر 2 وهكذا، وهالو ديت مرتبطه مع ال هالو دي تقريبا هي موجوده اصلا لوحدها مع اول صفحه. فانت عندك اول صفحه وثاني صفحه مكتوبه هالو. طيب تعالى نشوف الصفحه اللي احنا اصلا ايه قفلناها. لو انا جيت وقفت هنا كده دي برضو هتلاقي ان هي مكتوب عندك لينك تو بريفيوس، هي كده كده لينكد مع البريفيوس. فانا لو عاوز اعملها ان هي ملهاش دعوه باللي قبلها، فتيجي على اللينك تو بريفيوس دي تعمل لها كليك كده وتخلي مثلا دي شابتر 3 ماشي، وتيجي هنا في النص كده تجي تبص بقى كده هتلاقي ان دي مكتوبه شابتر 3، ودي عشان هي كانت لينكد اصلا ده مكتوب شابتر 3. في عندي هنا شابتر 2 اهوت، وفي عندي ايه شابتر 3 شابتر 3 شابتر 3. ليه هنا عمل بقى شابتر 3 واللي بعدها شابتر 3؟ لان انا جيت هنا في الصفحه دي كده قمت عامل اللي اوت بتاعي فيل يعمل لي سيكشن بريك، يعني نيكست بريك نيكست بريك بيج. فالكلام ده معناه ايه يا شباب؟ يعني لو انا جيت في صفحه معينه قمت عامل نيكست بيج كده انت فصلت الجزء اللي انت شغال عليه على الجزء اللي جاي بعد كده كله ماشي. طيب يعني انا دلوقتي لو قمت عامل نيكست بيج كده هي اتعملت مره اصلا، فلو جيت بقى عند انت عندك مثلا 100 صفحه مثلا، فلو جيت عند الصفحه رقم 50 وقمت قايل له يعني مثلا اعتبر ان الصفحه رقم 50 مثلا وقمت قايل له هنا في البريك قلت له نيكست بيج كده كل اللي انت عملته فوق ملوش دعوه باللي تحت، يعني الجديد اللي تحت كله هيبقى ايه؟ هيبقى صفحه جديده تحط فيه هيدر زي ما انت عاوز ملوش دعوه باللي قبله خالص. فالموضوع كله في الحته بتاعت مين؟ في الحته بتاعت النيكست بيج دي. بس دي الفكره كلها اللي موجوده عندي فيه انك تفصل الصفحات عن بعض باستخدام الهيدر او الفوتر يعني. طيب حضرتك انا لو عايز كمان اعمل فوتر وفي عدد الصفحات بقى اللي هي 1 2 3 في الفوتر، يعني انا لو عملت لينك لو عملت بريك بين الصفحات كده ما هو مش هيحسب لي العداد بتاع الصفحات، هيطلع فيه مشكله. ما هو العدد اللي هو العدد ده اللي هو بيج نمبر ده اللي هو بالشكل ده كده بالظبط كده. اه هو ده اللي هو شكل مثلا للتوب مثلا، ده واخد كل ايه؟ ده واخد كل الصفحات اهو اللي هو من 1 لحد 11، ما انا عندي 11 صفحه بس. بس مش هيظهر على الصفحات كلها تقريبا. هو بيظهر في الجزء اللي انت عامله لوحده اللي هو اللي انت مقسمه لوحده. يعني انت مثلا انت عندك هنا 9 وعندك هنا 8 و7 والمفروض دي 6، طبعا دي 6 و5 وكده، بس عشان دي مفصوله عندي فهو اعتبر الجزء اللي انت واقف عليه بس. فانت ممكن تيجي على الجزء اللي انت واقف عليه ده كده وتقول له انزرت البيج نمبر بالشكل ده كده، فهو هيرتبها لك اهو، دي 1 ماشي ادي 2 وهنا برده مش موجوده، فتيجي على الصف على الجزء اللي هو معمول بريك لوحده كده وتقول له ايه؟ وتقول له انزرت برده بيج نمبر بالشكل ده كده، فهيجيب لك الترتيب بتاعها.
يعني هو بيظهر لك في الحته اللي انت واقف عليها. يعني لازم كل لازم كل بريك، لازم كل بريك اللي انت عملته، لان دي يعتبر الصفحه مفصوله عن دي، فانت تيجي عند المكان اللي انت عاوزه بس وتقول له حط لي البيج نمبر هنا بس، دي الفكره كلها يعني. ماشي تمام.